ففي ملفات كثيره راح نعدل عليها بالنسبه الى اللاعب الاي اي قبل ما ننتقل على البيهيفير تري ونضيف البيانات الحركيه للاعب والبيانات القتاليه برضو بناء على التعديلات الخاصه للاعب الاي اي، لان عمليه برمجتها من اول وجديد حتاخذ منا 6 إلى 7 حلقات، فحلقتين نعدلها فيها يكون افضل. بسم الله الرحمن الرحيم، كيف حالكم شباب؟ معاكم جيمز ديزاينر. خلصنا تقريبا من أهم الأمور الخاصة باللاعب من ناحية القتال، من ناحية الحركة، من ناحية أمور كثيرة استعرضناها معاكم بالفيديوهات السابقة. اليوم راح نبدأ معاكم مع الـ AI، لأنه لعبة من دون AI كأنك ما عملت شيء يعني، فلا بد تكون اللعبة متكاملة الأركان من جميع النواحي. راح نحذف الـ AI اللي هنا لأنه خلاص ما راح نحتاجه، وراح ننشئ AI بخصائص إحنا نحتاجها من عندنا. فنروح إلى اللاعب بداية الأمر، روح إلى اللاعب Blueprint. أوكي، هذا التست ما راح نحتاجه خلاص. طبعا تأكد إنه غير مرتبط بأي شيء ثاني، فتقول له فورت ديليت. تمام، من هنا من عند اللاعب الاساسي راح ناخذ دوبلكيت ونسمي هذا باسم ماستر اي اي، وراح ننشئ من هنا فولدر، خلينا نسميه فولدر جديد باسم اي اي، وننقل اللي احنا كوناه داخل الاي اي. فعمليه سحب وافلات ثم نضغط على موف، لانه كوبي حينشئ لك نسختين هنا وهناك حيسبب لك توتر فتخلي موف. تمام، الان لو نروح اي اي حنلاقيه هنا موجود. فعمليه تعديل بسيط، طبعا التعديل حتاخذ منه حلقه كامله، لذلك الصبر حلو، لان احنا محتاجين الى اغلب المواد اللي احنا انشاناها في اللاعب، ولكن من دون التاثير على المواد الثانيه. الحركه اللي هنا انا ما احتاجها، مثلا عندي هنا الجامب والموف والامور هذه، هذه كلها ما احتاجها، احتاج الى بقيه البيانات. فمن ضمن الامور اللي ما احتاجها مثلا عندي هنا المين نود او البيجن بلاي، هذا كله ما احتاجه، فنحذف البيجن بلاي. برضو عندي هنا الكاميرا، هذه ما احتاجها، حذف. برضو عندي هنا الموفمنت، الجامب والموفمنت والسبرينج والووك وما الى ذلك، هذه كلها ما احتاجها. تمام، يعني ابغى اللاعب يكون فريش يعني من دون المواد. المواد الثانيه ممكن اخليها، يعني مثلا عندي هنا الاكشن والاتاكن وغيره وغيره، هذه راح اخليها لاني فقط راح اعدل امور بسيطه منها يعني. الان راح نقول هنا كومبايل وسيف، طبعا عندك اخطاء هنا ما عندك مشكله فيها. اوكي، الاخطاء هذه مرتبطه في بعض الامور البرمجيه، مثل هنا عندي سبرنت ستامينا، اوكي هذه ستامينا راح نلغيها. هنا راح ننشئ كرييت تشايلد من نفس هذا، لانه نبغى لما نعدل على الماستر اي اي حيتعدل مباشره على هنا، فهذا نسميه باسم انمي 1. ونرجع للاي اي، خلينا بس نحفظ الكل، نرجع للاي اي هنا وراح نحذف هذا لاني ما احتاجه خلاص، كلير. وبرضه هنا راح نحطه عندنا. الان بالنسبه الى، خلي هذه ممكن تكون هذه موجوده، فخلينا نختار من هنا، نروح الى الماستر من هنا لانه الماستر، لا لحظه مش الماستر، نروح الى الانمي، فمن هنا نضيف له مثلا سيمبل، فنضيف اس كي ام ماني سيمبل هنا، من هنا راح اختار اي بي بي ماني. تمام، فقط مؤقت قبل ما نغير الاي اي بلاعب اخر. في بعض الملفات المهمه برضو رابد نضيفها هنا، من ضمنها نروح الى البلو برنت كلاس، من هنا نحدد اي اي كنترولر، وهذا راح نسميه AI كنترولر. تمام، راح نروح الآن إلى الماستر AI هنا وإلى أتاك. هنا طبعا في بعض الأزرار قمنا بإنشائها للهجوم، هذه كلها ما نحتاجها. فطبعا لاحظوا عندي زر هنا لللايت وعندي زر للهيفي، فما راح نحتاجه فنحذفها. تمام، لأن كل هذه خاصة باللاعب الأول. برضو عندي هنا الأتاك إيفنت، أتوقع هذه ما راح نحتاجها. تمام، فيكون الاتاك ايفنت فقط النقطتين اللي احنا قمنا بانشائهم هنا. برضو خلينا نشوف، عندي هنا الداج برضو مثل ما قلنا، الزر هنا ما راح نحتاجه، هذا ما راح نحتاجه برضو، وهو الخاص للداج ايفنت. الداج ايفنت عام فبامكاننا نستفيد منه. برضو اتوقع عندي هنا، اوكي هنا التاجل كومبات، فهذا ما راح نحتاجه. برضه اتوقع الانتراكت لانه خاص للاعب، الاي اي ما يحتاجه.
برضو عندي هنا تشارج اتاك الا وهي هذه اتوقع ما راح نحتاجها كلها، لا مو كلها بس اللي خاص بالزر هنا مثلا عندي، وبرضو هذا ما راح نحتاجه، هذا راح نوصله هنا مباشرة، وهذا ما راح نحتاجه. شفتوا كيف نخفف من مسألة؟ لأنه الـ AI طريقة تعامله يختلف عن طريقة تعامل اللاعب. الـ AI احنا راح نخليه بشكل ذاتي من دون التحكم منه. ايوه هذه ما راح نحتاجه، الا وهي الخاصة بالتاجل، خليني اعيده لكم عشان تشوفونه، الا وهو الخاص بالتاجل لوك اون والتاجلد هنا. فرجعوا الى البرمجة الاصلية، هذا ما راح نحتاجه. نقول هنا كومبايل وسيف. اتوقع بعد اللي هنا كلهم الخاصين بالكومبوننت هذه كلها ما راح نحتاجها للاي اي، فنحذفها كلها. هنا مثل ما قلنا لكم عندنا الديسيبل الخاص بسبرنت، فعندك هنا سبرنت ستامينا، فهذه كلها سبرنت ستامينا، هذه نحذفها. نقول لك كومبايل وسيف، حتروح الخلل اللي عندك. هنا برضو ما راح نحتاج تارجتنج كومبوننت، هذا نحذفه. طبعا كل مره تحذف لابد انك تعمل كومبايل حتى يطلع لك الخلل الموجود هنا، فنضغط هنا على التارجت الخاص بالخلل. وعندنا هنا الموفمنت سبيد مود، فنحذف الابديت لانه ما راح نحتاجه، فنوصل هذه هنا فقط عمليه توصيل. تمام، فيكون عندنا الملف هذا، نقول لكم كومبايل وسيف. لو ننزل هنا بالاسفل برضو عندي هنا الهيفي اتاك، فنقول له من هنا فايند، فنضغط على هذه، يعني حيودينا الى الفانكشن الخاص بالديزايرد اتاك. تمام، اتوقع راح نحذف هذه فقط، وراح نخلي هذا الفولس نخليه مع الاتاك لايت. نقول لكم كومبايل وسيف. وبما ان احنا حذفنا من هنا البوليان الخاص بالهيفي اتاك فما راح نحتاجه. في البحث هنا راح نبحث عن ريسيت، فعندي هنا ريسيت شارج اتاك اللي هو يجي من ضمن الفانكشن، هذا نحذفه. ونرجع الى الفاريبلز ونحذف من هنا اتاك هول تايم، خلاص ما راح احتاجه هذا. برضو عندي هنا شارج اتاك تايم واتاك تشارج، هذه كلها نحذفها. لاحظوا ان احنا قلصنا عدد كبير. برضو نقول له كومبايل وسيف نتاكد. راح اروح من هنا فقط الى الاسلحه والاكترز، ثم الى البيس ويبن بلوبرنت، وراح نروح الى جيت اكشن مونتاج، كانك تروح له من هنا اذا حبيت. طبعا هذه خاصه للبيس ويبن الخاص باللاعب. راح انسخ البيانات اللي هنا كلها واروح الى البلو برنت انمي، او لا خلينا نروح الى الماستر انمي. ايوه الماستر انمي. ومن هنا من عند الفانكشن راح ننشئ فانكشن، وهذا الفانكشن راح نسميه باسم جيت اكشن مونتاج، وراح نلصق البيانات هنا. تمام، هذه نوصلها هنا، وهذا راح نوصله هنا، ونحدد هذا فقط ونسميه من هنا باسم action tag. تمام، طبعا كل هذه البيانات راح نعدل عليها، من ضمنها هنا create variable حينشئ لك اياه هنا طبعا، ولكن راح نعدل عليه، فراح نسميه هنا باسم close range attack montages، فيكون بهذا التغيير البسيط. اقول لكم كومبايل وسيف، لاحظوا انه جميع البيانات هذه راح نغيرها الان. طيب خلونا نقلص العدد اللي هنا، فلما نحدده من هنا ونروح الى البين تاج هنا حتظهر لك جميع التفاصيل الخاصه للسويتش هنا، فراح نقلص منها عدد كبير. هنا ما راح تقدر تشوف شيء، لابد تكبر المنطقه هذه حتى تظهر لك الاسهم الموجوده هنا، تضغط على كل سهم فتقول ديليت. راح نحذف اغلب الامور هنا، مثلا عندي هنا الاتاك هيفي هذه ما راح احتاجه، برضو عندي تشارج ما راح احتاجه، عندي برضو السبرنت ما راح احتاجه من هنا. فحاليا راح اخلي الاربعه هذولا، من ضمنهم الدوج والاند والانتر كومبات. تمام، فخلينا بس نرجع هنا ونروح عند الفالن اتاك، فنضغط على السهم هنا اد سب تاج، راح نغير اسمه من هنا نخليه كلوز رينج. تمام، كلوز رينج من هنا، وراح نلصق فيه البيان اللي احنا قمنا بتعديله. طيب عندي هنا بيانات، مثلا عندي هذه كلها ما راح احتاجها لانها مفصوله، اوكي فصلناها. عندي هنا الدوج
راح من هنا نقول له create variable. برضو عندي هنا ال enter راح أقول له create variable. برضو عندي هنا ال exit راح أقول له create. أقول له compile و save. خليها كما هي علشان لنلخبطكم. أو حاجة مهمة. طبعا هذا النود نخليه pure. أقول له compile و save. طبعا بإمكانك تعدل برضو هنا لو نروح إلى الفاريبلز احنا نشاهد ان عندي المنتاجز هنا خلونا نرتبها بشكل افضل. هنا المنتاجز عندي خليني نسميها مثلا نضيف النقطة اللي هنا ونسمي هذا باسم هيد رياكشن تمام حيضيف لك هنا بشكل ثانوي بامكانك الان تضيف البيانات هذه فيه وبالنسبة للمنتاجز الاصلي هنا راح نضيف فيه البيانات الخاصة بالمونتاج من ضمنها close لأنه هذه موجودة عند الهيت رياكشن وهذه موجودة عند المونتاجز فكل البيانات هنا راح تنضاف عند المونتاجز فيكون عندي ملف أساسي وملف فرعي ألا وهو الهيت رياكشن. برضو بإمكانك تخلي المونتاجز هنا شيء أساسي لهم يعني بإمكان فولدرات تكون أسفل منه مثلا عندي هنا الكلوز رينج بإمكاني مثلا أضيف له خط وأسميه باسم attacks وعندي الثلاثة اللي هنا أحددهم أو أحدد واحد فيهم مثلا وأضيف خط وأسمي هذا باسم actions وأضيف الانتر والإكزيت أسفل منه فيكون عندي هنا ثلاث قوائم فرعية لقائمة أساسية يعني عملية ترتيب ليس إلا وإلا أنك ما راح تحتاج هذه النقطة أساسا يعني فنقول هنا compile save. طيب الآن من عند برضو الماستر AI نروح هنا عند بالفورم أتاك بالفورم أتاك من هنا تمام عندي هنا بيانات لا بتتغير من ضمنها أوكي خلينا هنا أول شيء خلينا نقلل من هذا حجمه فقط. طيب راح أخذ من هنا الجيت أكشن مونتاجز بعد ما حولناه إلى طبعا pure وهذا راح نوصلها هنا مع اللوكال اتاك مونتاجز وراح اخذ هذا راح اوصله هنا تمام وراح احذف البيانات هذه كلها البيانات بقية البيانات ما بينهم هذه ما راح احتاجها راح اوصل هذا هنا هذه نقربها هنا اقول لك كومبايل وسيف. برضه هنروح هنا عند البلفورم اكشن perform dodge perform action فنفس الطريقة راح ناخذ ال get action مونتاجز من هنا وراح نوصل هذه هنا وهذه عند ال local action وبقية المواد ما راح نحتاجها تمام نقول لكم compile save. بالنسبة لي بالform dodge اتوقع هذا ما راح نحتاجه نهائيا يعني dodge لأنه راح نعمل حركة ثانية يمكن ما نحتاجه فعملية حذف من هنا بالفورم داج. أوكي نرجع إلى الإيفنت جراف إلى داج فبرضو هذا ما راح نحتاجه الخاص للداج تمام بعد ما حذفنا الداج من هنا عملية تشيك سريعة. طيب هنا قبل ما نكمل معاكم راح نرجع إلى اللاعب الأساسي حقنا وراح اروح الى المين نود هنا الخاص بالبيجن بلاي راح انسخ فقط البيانات هذه يعني كوبي ونرجع الى الماستر هنا ونلصقها نقول لكم كومبايل وسيف. هنا بالنسبه الى اللاعب او الاي اي نروح الى الاي اي راح من هنا اروح الى الارتفيشال انتليجنت واختار البيهيفير تري وأسمي هذا البيهيفير تري باسم example enemy behavior tree. برضو راح أرجع إلى artificial intelligent وأروح أختار blackboard راح أسمي هذا برضو باسم base تمام. الآن راح أفتح الـ AI controller تمام وأروح إلى الـ event graph راح نستدعي event on process طبعا on process معناته أنه تعطي الأمر للـ AI بالتحرك التلقائي بناء على الأوامر اللي راح أنشئها بالـ Behavior Tree. طبعاً Behavior Tree هي نفس الـ Blueprint ولكن برمجة شجرية يعني نبدأ من فوق وننزل بالأسفل يعني عكس الجذور. من هنا راح نستدعي اللاعب الأساسي اللي وهو Cast to Master AI
وهذا راح نخليه بريموت تو فاريبل، وراح نخليه باسم ماستر اي اي. الان من هنا راح نستدعي ران بيهيفير تري حتى يشغل لنا البيانات اللي راح نضيفها في البيهيفير تري. راح نقول كومبايل وسيف. الان راح ارجع الى الماستر اي اي هنا، ومن عند الفاريبل راح انشئ فاريبل جديد، وهذا طبعا قبل ما نسميه راح من هنا نختار behavior tree، وراح اختار reference، وراح اسمي هذا باسم behavior tree، وراح اخلي هذا behavior tree عند initialization يفضل. تمام، وهذا initialization اذا حبيت يعني يكون في المقدمة فوق. حاليا ما عندي الا البيهيفير تري الخاص له، فاقول له هنا كومبايل وسيف. للمعلوميه برضو عند الاي اي ما راح احتاج الى الكاميرا هنا، مثل ما نشاهد كاميرا البوم والفولو كاميرا هذه ما راح نحتاجها، فنحذفهم كلهم. تمام، ما راح احتاجهم، واي شيء يخص الكاميرا هنا يفضل انك تحذفه. بالنسبه لي برضو هذه خليها. فحاليا احنا ما راح نحتاج الكاميرا، برضه ما راح نحتاج الشيء الخاص بالاكشن هنا لانه غير تحكم، يعني ما راح نتحكم فيه من قبلنا، راح يكون تحكم ذاتي. تمام، الخلل من هنا طبعا مثل ما نشاهد الخاص بالانيبل راجدول، فنحذف الخلل هذا كله. عملية توصيل طبيعي. تمام، لانه هذا خاص للاعب فما راح نحتاجه، نقول لكم كومبايل وسيف. بنرجع الى فقط البيهيفير تري، هذا راح نخليها اديتابل طبعا لاني ابغاها تكون ظاهره عندي حتى اقدر اتحكم فيها. الان نرجع الى الاي اي كنترولر هنا، ولاحظوا عندي الماستر اي اي، فنعمل له جيت من هنا، بعدين راح نستدعي البيهيفير تري، راح اقول من هنا جيت بيهيفير تري، حوصلها عند البيهيفير تري اسيت، هقول لكم كومبايل وسيف. برضه راح ارجع عند الماستر اي اي هنا واضغط على الكلاس ديفولت، حنشاهد حيظهر لك في انيشاليزيشن البيهيفير تري. فحاليا ما عندك الا واحد انت انشاته الا وهو اكزامبل انمي، راح نحدده من هنا لانه لسه ما اضفنا فيه اي برمجه، ولكن لما نضيفها حيكون اوريدي متفعل عند الماستر اي اي. ممتاز، حاليا راح اوقف هنا حتى لا نزيد عليكم الضغط. فهذا كل شيء لهذا اليوم، ان شاء الله الحلقه القادمه راح يكون برضو الجزء الثاني لهذا الجزء، ونوفي معاكم الامور قبل الانتقال الى النمط الحركي عن طريق البيهافير تري. فاشوفكم على خير باذن الله، معاكم جيمز ديزاينر، مع السلامه.